حاسة بالملل؟ يبقى ده وقت المقالب الجديدة. معجون سنان في الجاتو، ديدان في تفاحة، أو ريحة البصل في علبة M&M. اتفرجي وتحكي مع أصحابك. تفاحة سنو وايت السحرية؟ لا، دي تفاحة المقالب. هنستخدم مكرونة لسان العصفور أو أي حاجة شبيهة ونسلقها كويس. نفردها في طبق ونسيبها تنشف. لونيها بألوان طبيعية وخليها زي الدود. ارسمي عليها نقط زي العيون. جهزي التفاحة، افتحيها، انقلي الدود جواها. استخدمي عود سنان علشان تثبتي التفاحة. اقلبي التفاحة. خلينا ناكل وجبة خفيفة. طبعاً مش هخلي صاحبتي تاكل منها علشان عود السنان ما يجرحهاش. أنا هقطعها من النص. التفاحة بقت عاملة زي بيت الدود. أخدت جزء وصاحبتي أغمى عليها. للأسف حساسة جداً. هاي سنو وايت، اصحي! بما إن صاحبتي بتحب الخضار والفاكهة لدرجة إنها تاكلها وهي جواها الدود، لازم أخليها تجرب الفلفل الأحمر الجميل. شكلي توفيا على شكل دود. اضغطي عليه بعود السنان علشان تعملي لها حلقات زي الدود. ضيفي العيون والديل بلون اسود. سيبيهم في التلاجة علشان يجمدوا. وفي نفس الوقت اعملي لهم بيت. اقطعي فلفلة حمرا كبيرة من نص وشيلي البذور. انقلي الديدان لبيتهم واقفلي الفلفلة. اقطعي الفلفل قدام صاحبتك واقسميها وشوفي مين اللي جوه. ازيكم؟ وصاحبتك بتتفرج كل دودة قدامها. يا غريب، بس عموماً تقدري تتصوري وانت بتاكلي الدود وتاخدي سمعة جامدة. الموضوع يستاهل. حلويات M&M's دي ليها ريحة غريبة، هل هو طعم جديد من البصل؟ اقطعي بصلة نصين. هاتي M&M's وغرقيهم بالبصل في كل مكان. رجعيهم للعلبة تاني واقفليها. افتحي العلبة قدام صاحبتك. شكلها مش سعيد بطعم البصل الجديد. أنا عاملة نفسي باكل معاها لكن في الحقيقة بحطهم في جيبي. شكلها فهمت إنه مقلب. لازم أجري. بتحبي القهوة؟ بس خدي بالك من الكوباية. اقطعي قاع كوباية ورق. غطي الجزء العلوي بقطعة من البلاستيك الشفاف وغطيها. ضيفي المية ورجعي الغطا. اقطعي الزيادات. صاحبتي بتحب القهوة. أوبس، شلال. واضح إن المقلب ده لذيذ ودمه خفيف. صاحبتك حاسة بالملل؟ هنسليها بالنحلة الدوارة. اخلعي الغطا. استخدمي الصمغ علشان تثبتيه في مكانه. رجعي الغطا تاني. صاحبتي بتحاول تبص في موبايلي. هديها الدوارة بتاعتي علشان تتسلى. أوه، إيه اللي حصل؟ المفروض إنها تلف أسرع من كده بكتير. لو صاحبتك ما عندهاش صبر بما فيه الكفاية، يبقى الخدعة دي هتنفع معاها جداً. بس أول حاجة لازم تاخدي تليفونها. هنحتاج كتير من الأربطة المطاطية الملونة، ممكن تاخديهم من بالونات. املي بيهم التليفون في كل مكان وكل ما يكونوا متشابكين يبقى أفضل. رجعي لها الموبايل في جيبها. خرجته. شافتهم. إيه كل المطاط ده؟ مش مضحك. مين اللي هيشيلهم يا ترى؟ أنا عارفة. هعمل حلويات مخصوصة لصاحبتي. هنحتاج عجينة الشو ومعجون سنان للأطفال اللي عمرهم أقل من 3 سنين لأنه آمن للبلع. فرغي المعجون في كوباية. اقطعي طرف سرنجة.
امليها بالمعجون. اقطعي الجاتو واملي بالمعجون. اوه لذيذ، كلي الجاتو المحشي كريمة وصاحبتك المسكينة تاكل المحشية معجون سنان. اوه معلش، حاسة انها غسلت سنانها فجأة. اوكي عندي سبرايت مخصوصة تمشي مع الجاتو. صبي الاسبرايت في فنجان، فرغي ازازة غسول فم، كملي الازازة بالسبرايت، اهديها لصاحبتك، هتاخد كوباية حلوة من الاسبرايت. ولازم مهرب. بعد ما دقت طعمها قامت تجري. أعواد تنظيف الأذن ممكن تتاكل، اخلعي منها القطن العادي، بدلي القطن بغزل البنات وثبتيها على العصاية بدال القطن، رجعيهم لمكانهم الخاص. صديقتي بتاخد عودة علشان تصلح مكياجها، وأنا خدت عودة علشان آكل. بتحاول تقلدني لكن للأسف القطن العادي مش بيتاكل. وجبة خفيفة، الغيرة اللذيذة على عيش سخن. فرغي عبوة سمغ، نظفي الحامل، جمعي العلبة وامليها بالزبدة، نظفي الزوايد بمنديل ورق. عصاية الزبدة جاهزة. صاحبتي بتشرب شاي، بدأت أفتح العصاية وانشر الزبدة على العيش. شكلها متحير، هديها لها تدوقها. ما بقتش بتلزق بس هتخلي العيش ألذ. عندي علبة مثالية للخدعة اللي جاية. هنحتاج لعلبة قفلها سليم، هنثبت القفل بالرباط، هنشيل الزيادات ونخبي القفل كويس. اهديها لصديقتك، هتحاول تفتحها. للأسف مش هتعرف حتى لو حاولت كتير. عندي ألوان شمع رائعة، شيلي الورق من على ألوان الشمع، اقطعي الجزء اللي فوق واللي تحت، اوصليهم بسلك، سخني السلك عن طريق شمعة ووصليهم ببعض. هاتي قلم من نفس اللون وحافظي على ورقته، حافظي عليها علشان ما تتقطعش، سيبيها تنشف ولفيها حوالين قلم السلك، الزقيهم كويس. اهدي لصاحبتك ألوان الشمع. ايه اللي حصل؟ اتكسر في ايديها. وده كمان، مالها الألوان دي؟ أضعف كتير من أي حاجة. البرتقان اللذيذ ممكن يفرحك، بس هنجرب البرتقان بالملح. صبي الملح على المية ودوبيهم كويس واعمليهم محلول. استخدمي سرنجة واملي البرتقانة. قشرت البرتقانة واديتها لصاحبتي، أكلتها وواضح إنها حلوة، وشها طبيعي ومفيش أي اندهاش. هو أنا غلطت في البرتقانة ولا إيه؟ هجربها بنفسي. يا طعمها وحش، البرتقان مع الملح طعمه وحش، أنا وقعت في الفخ. الروج قرب يخلص، هحتاج لفرشة، هطلبها من صاحبتي. مرري فص توم على شعر الفرشة. صاحبتي جابت الفرشة، بحاول أحط الروج. إيه الريحة دي؟ دي ريحة توم، كأني راح أحارب مصاصين الدماء. دي مش هتخلي بس مصاصين الدماء يهربوا مني، ده كل الناس هتهرب. خدعة مناسبة للتمشية مع صاحبتك. الزقي قطعة من الفروة واعمليها زي الديل، وصاحبتك مش واخدة بالها علقي الديل على رجلك. وحش الصغنن لطيف، دغدغيها بالديل. خافت، مين اللي بيعمل كده؟ هكرر الحيلة مرة تانية. هو في قطة ولا ايه؟ ولا دي حيوانات تانية؟ دي صاحبتي المخادعة. ايه اجمل من عصير اليوسفي؟ هاتي اليوسفي ولون احمر دايب في المية،
اسحبي اللون بالسرنجة. غيري لون اليوسفي عن طريق السرنجة. امسحي الزيادات. صديقتي بتقشر اليوسفي. ايه ده؟ بقع حمراء؟ شكلها ما تتاكلش. هي معدلة وراثياً ولا ايه؟ لا، مش هاكلها. اي خدعة عجبتك اكتر؟ شلال القهوة؟ البرتقال المملح؟ ولا عصاية الزبدة؟ اكتبي في تعليقاتك. اشتركي في القناة واعملي لايك ودوسي على الجرس علشان تتفرجي على أحدث الفيديوهات.